مرحبا بكم أيها الرائعون على قناتكم دهاليز. حلقة اليوم سنرى فيها الزوجة سيئة الخلق. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الزوجة الصالحة هي خير متاع يمتلكه الرجل لهذه الدنيا، تسانده في تحمل مشاق الحياة وتلطف عنه حرارة أعبائها، فهي نعمة من الله تستحق الشكر. وعلى العكس من ذلك تكون الزوجة سيئة الخلق التي تكدر حياة الرجل ولا تتوقف عن الشكوى والتذمر، وتستمر في جعل الرجل يشعر بالتقصير مما يشكل عبئا نفسيا ثقيلا على الرجل. إن فكرة الصلاح وطاعة الله كانت هي الأساس الذي يختار بحسبه الصالحون أزواجهم أو يفارقونهم، وكان هذا هو الذي دفع نبي الله إبراهيم بأمر ولده إسماعيل بتطليق زوجته، وذلك لأنها كانت دائمة الشكوى ولم تحمد الله على نعمه. وقد روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري في حديث طويل نأخذ منه القصة، حيث زار إبراهيم بيت ولده إسماعيل بعدما تزوج فلم يجده، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم لما سألها عن معيشتهم وحياتهم جعلت تشكو الضيق وشدة الحال واسترسلت في الشكوى له، فقال لها نبي الله إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما قدم نبي الله إسماعيل كأنه شعر بشيء، فسألها إن كان قدم أحد، فأخبرته بالشيخ الذي جاء وسأل عنه وما قاله من تغيير عتبة البيت، فقال لها: ذاك أبي وقد أمرني بتطليقك، الحقي بأهلك. طلق إسماعيل زوجته وتزوج بأخرى. وبعد فترة من الزمن مر عليه إبراهيم عليه السلام حيث طرق الباب فلم يجده، ودخل على امرأته فسألها عنه، فأخبرته أنه خرج في طلب الرزق. ثم سألها عن معيشتها وحالها معه، فأخبرته أنهما في سعة من الرزق وفضل من الله، وحمدت وأثنت على ربها، فقال: ما طعامكم؟ فقالت: اللحم. قال: وما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إذا جاء زوجك فأخبريه أن يثبت عتبة بيته. فجاء نبي الله إسماعيل وسألها إن كان قدم أحد، فأخبرته بالشيخ وهيئته وما قالته، وأنه يقرأ عليه السلام ويأمرك بأن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، وأمرني أن أمسكك. هذه القصة تبين أهمية خلق الزوجة، وأنها هي السبب الجوهري لإقامة البيت واستمرار الحياة. ويؤكد ذلك قوله تعالى: ألا يقيم حدود الله، فجعل إعانة الزوجة لزوجها على إقامة حدود الله، وكذلك إعانة الزوج لزوجته شرطا لاستمرار الزواج، لأن الهدف الأساسي من إقامة الحياة الزوجية هي المعونة على طاعة الله.